الآن خلينا نكمل. هذا تطبيق جديد عملناه اللي هو كالكوليتر. خلينا نروح على البينت عشان من خلاله ناخد اللي هو الريليتيف لاي اوت. هاي شغلت الرسام انا، وهنا بدنا نعمل بالطريقة هذه. يعني هذا الريليتيف لاي اوت، بدنا نعمل ايديت تكست هنا، تمام، وبعدين نحط الازرار اللي هي الارقام. هذا واحد اثنين ثلاثة، والعمليات زي الكالكوليتر اللي انتم عارفينها، تمام. بدنا نشتغلها، بس بدنا نشتغلها مش بطريقة اللينير لاي اوت. هلا بامكانك تشتغلها بطريقة اللينير لاي اوت، لكن انا بدنا نعملها بالريليتيف لاي اوت على اساس انه انت ايش تستفيد، مرة ريليتيف ومرة لينير لاي اوت. خلاص تمام. فهون حنروح على الديزاين. اول شيء قلنا بدنا نعمل ايش؟ بدنا نعمل ايديت تكست. هاي الايديت تكست اللاي اوت، اللاي اوت ويف بده يكون مثلا ماتش بيرنت على قد العرض، وش اسمه، وبرضه راب كونتنت اللي هو الهايت، تمام. الان تكست سايز، تمام، ممكن تخليه 30 اس بي، تمام، اللي هو سايز ال بعدين هنا ممكن تكتب هنت تعطيه او بدون هنت على كيفك، ايش اللي بدك اياه. مثلا ممكن تحط تكست هنا وتحط صفر، تمام، زي ما هو في الكالكوليتر. تمام ماشي. الان هذا بدنا هنا ريليتيف. ريليتيف معناتها علاقه، يعني بالعلاقه ريليتد الى، بالعلاقه مع مين. يعني هنا له بده يكون له علاقه باللي قبله. مين اللي قبل هذا؟ اللي قبل هذا فيش غير الريليتيف لاي اوت. ايش علاقته مع الريليتيف لاي اوت اللي موجود؟ تمام، ايش علاقته مع اللي موجود كان اللي هو البيرنت تبعه، يعني وجوده. انتبه شويه، لو رحت على الديزاين هي، هذا لاحظ هنا حاطط هنا ربطات عشان تربط من خلالهم. لو انت شديته بالايد بيرجع مكانه، تمام، حيرجع مكانه. لازم تربطه، لازم تربطه بالربطات هذه، تمام. طيب الان انا ايش حسوي؟ لو انا بدي اربطه هنا، بدي اقول له اللي هو الاين، شايف هنا لاي اوت الاين بيرنت توب. هذه ايش معناتها؟ align parent top، يعني انه بمحاذاه الاب من توب، يعني في التوب، ماشي، محاذاه الاب ترو، يعني بجنب الاب، ترو جنب الاب. فهنا بربطه مع الاب من الاعلى. روح على الديزاين بتلاقيه ربطه. يعني هنا شايف هي صارت، لو شديت تحت تلاقي صار سهم، هنا صار مربوط هي وهيك، تمام، هي مربوط مع الاب. وهي المساحه بتقدر تحددها، بس احنا ما بدنا نعطيها. هي هون اعطاها مساحة، بس أنا ما بدي إياها، أنا ما بدي إياها، بدي إياها يكون محاذاة للبيرنت. خلاص تمام. الآن طيب على الأقل بدك تربطه من جهتين، أفقي وعمودي، تمام. طبعا أنا ربطته أفقي، بدي أربطه إيش اللي هو، عفوا، ربطته عمودي، بدي أربطه بشكل أفقي، تمام. فأنا إيش بدي أقول له؟ أونلاين برضه بيرنت ليفت، من جهة الليفت برضه مربوط في البيرنت، برضه من جهه الليفت مربوط في البيرنت، فيش شيء بيناتهم، تمام. هون هاي حتلاقي هون في خط، شايفه؟ هيو هيو مربوط بسهم، وكانه رابطه بحبال بين هنا وهنا، تمام. ارجع ثاني وشيل السايز اللي انت حطيته هذا وهنا، بس انا عشان وريتكم، والليفت هذا شيله، تمام. هيك مزبوط صار. كل عنصر شاشه بتحطه بدك تربطه ليفت ليفت وايش؟ عفوا، افقي وعمودي. هيك ضل بس نعطيه اي دي. اي دي ايش؟ اللي هو الاي دي اللي احنا بنعرفه، اي دي، تمام. سميه تكست، سميه تكست لعنصر الشاشه، سميته تكست. طيب الان يا جماعه بدنا نحط الزر الثاني اللي هو واحد، بدنا نحط زر واحد اللي هو بوتون. هاي بوتون، هذا البوتون بدنا نعطيه نيم، يعني بدناش نعمله هنا عشان لما يكتروا بتحط السايز تبعهم كلهم مره واحده. يعني هنا لو انا قلت له 100 دي بي،
تمام. خلينا نروح على الفاليو قبل ما يشتغل هو. تمام، هذا بدي انا احط السايز اعرفه متغير، بس بينفعش سترينج، لان السترينج لما يكون عندك سترينج، لكن لما بدك تعطي قيمه رقميه بدك تعرف دايموند. تمام، بدك تعرف دايموند، اي قيمه رقميه بدك تعرف متغير وكانه دايموند. خلاص تمام، هاي بدنا نسميها بوتون سايز، بوتون سايز. خلاص، وهون اقول له 100 دي بي، 100 دي بي. تمام، هذه رقم، هون حيفهمها انها 100، مش حيفهمها انها تكست زي هذا. خلاص، هذه سترينج وهذه دايموند. تمام، حنرجع ثاني هنا. بدل ما انه انا اكتبها، اكتب هنا 100 دي بي، وكل مره بدي اغير لاني بدي احط بوتونز كثير، فانا بس بعطيهم الايش؟ بعطيهم الات اللي هي بوتون سايز، ماشي. وهذه هنا الات بوتون سايز. لو انا حبيت اغير، بغير السايز كله مره واحده، ماشي، بس بغير في اللي في الفاليو. كمان هذه كمان فائده للفاليو، هاي كمان فائده للفاليو. لو انا ما غيرت القيمه بغيرها، بتغير على كل هدول مره واحده قد ما تكون حاطط ازرار. تمام، سكر هاي، هاي قيمه ثانيه، فائده ثانيه للفاليو. تمام، الان طيب مشي. الان كيف بدنا نربط الزر هذا؟ هاي الزر الان اجى مكانه، فيش هنا لينير لاوت، كلهم فوق بعض، بحطهم كله اجى فوق اخوه. تمام، الان كيف بدنا نحطه في مكانه الصحيح؟ خلينا نعطيه اي دي، هاي الاي دي تبعه 1. تمام، والتكست بده يكون مكتوب عليه ايش؟ تكست سايز برضه 1. تمام، وهذه 30 اس بي، ماشي، حجم الخط نفسه. خلاص، طيب الحين مكانه غلط. طيب كيف ما كانوا بالنسبه له في الليفت؟ هو جاي جنب الايش؟ جنب البيرنت، هو جاي بالليفت من الاونلاين. يعني هنا تمام، بجنب الليفت، يعني الليفت زي ما هي، يعني هذه نفس اخوه، هاي اللاين ليفت، هاي تمام بتمشي. طيب اللاين توب ما بتزبطش معانا، بقدرش اربطه في البيرنت. انا بقدرش اربطه في البيرنت، لانه بصير لو انا ربطته في البيرنت بصير فوق اخوه، مش هيتغير مكانه. انا بدي انزله تحت مين؟ بدي في الديزاين، انتبه شويه، بدي اياه ينزل هنا. تمام، بدي ينزل تحت اللي هو ايش، هذا الخط، عفوا، تحت مربع النص هذا. تمام، فكيف بدي اخليه يجي تحت مربع النص؟ مين بيقول لي؟ تمام، في عندنا شيء اسمه لي اوت بيلو، في عندنا اسمه لي اوت بيلو، هيها بيلو، شايفها لي اوت بيلو، لي اوت بيلو، وبتعطي له اي دي، بتعطي له اي دي بس بدون الزائد عشان يكون فاهم. يعني انا بقول له تحت هنا، تحت مين؟ تحت التكست. هو عارف مين التكست لانه مسمى قبله، هو عارف مين التكست لانه مسمى قبله، لو هو بيجيب لك اللي موجود، ماشي، فهمتوها؟ هذه النقطه مهمه. تمام، هلا روح على الديزاين، بتلاقي لحاله نزل تحت المين؟ تحت التكست، هيو على طول مباشره. ممكن تسيب اي مارجن بدك اياه بينك وبينه، لكن هو حيكون تحته. خلاص تمام، حتى لو هنا برضه تحته. اوكي تمام. اذا الان البوتون الثاني، البوتون الثاني كلياته بده يصير يتغير، هاي 2 تمام، وهذه 2 نفس الشيء، بس هذول بدهم يتغيروا، يعني هذول بدهم يتغيروا. هذا الليفت مش حيكون طبعا بالليفت، هو هنا صح، هذه البلو حتضلها زي ما هي، هذه البلو حتضلها زي ما هي. اوكي، بلو تكست، لكن طيب هاي شايف هي نزلت بلو، لكن اجى فوق اخوه ال1، كيف بدي اخلي الاثنين هذه تيجي هنا؟ اشدها اسحبها هنا عشان تكون ايش؟ عشان تكون جنب الواحد من هنا، يعني في المنطقه هذه بدي اياها لي اوت رايت اوف. تمام، اذا رايت اوف على يمين الواحد، على يمين الواحد بده يكون. اذا في عندي شيء هنا رايت، هيها رايت، هيها لي اوت رايت تو رايت اوف، على يمين مين؟ على يمين الواحد، على يمين الواحد. وهي بشيلها، اللي هي انه مربوط مع البيرنت، هذه شيل. تمام، اذا هاي وهاي بلو ورايت اوف. تمام، اذا ممتاز. هون على الديزاين حتلاقيها صارت نفس الشيء 1 2، ممتاز زي ما بدك. تمام، اذا الريليتيف لي اوت دائما بنحط عناصر، بنرتب
عناصر الشاشة بالنسبة للعناصر الأخرى اللي موجودة معك في الشاشة، يعني related to other اللي هو elements. تمام، نفس الإشي هاي العنصر الأول والثاني والثالث. الآن بدنا نكمل، خلينا نكمل على السريع. هنا التو برضو نفس الإشي، التري حتكون بلو نفس الإشي بلو، وهنا هنا على يمين الإيش الاثنين، وهي ثلاثة. الآن بدنا نحط عملية البلاس، كنترول سي على السريع بدي أعملهم أنا. هاي البلاس، تمام، هاي البلاس هيك علامة الزائد، وهي 40 خليها حجمها أكبر شوية، وهنا جاية تحت هاي بس على يمين الثلاثة. خلاص هلا نرجع على الديزاين، حتكون بالشكل هذا هاي. تمام اوكي، نيجي هنا. تمام، هذول كلهم نفس الاشي، من وين؟ من عند الواحد. ممكن نعملهم كوبي. تمام، انت حتكملهم طبعا، انا بس بدي اشتغل هنا وبعدين عشان نفهم شغله مهمه في الكود، وبعدين المحاضره الجايه بتيجي تقولكم عاملينهم. هاي واجب، انا قلت مش ما تقول ما حضرتش. تمام، يعني انا بقول يا جماعه المحاضره الجايه بدي افتش على الواجب الاول والثاني اللي ما عملش الشاشه، وبدي يكون عامل التصميم تبع الكالكوليتر مش الكود، الكود للمحاضره اللي بعديها. انا بدي بس التصميم تبع الكالكوليتر. خلاص، هاي واحد اثنين ثلاثه اربعه بلس، هنا بدنا نحط ايش فور، وهنا حتكون ايش حتكون بلو، هنا بلو الوان تحت الوان مزبوط، وعلى الليفت مزبوطة. تمام، وهذه اللي هي فايف اللي هي رايت اوف فور، وبلو الاثنين مزبوط، وهذه ماشي بلو الثلاثة، عفوا بلو الثلاثة ماشي وعلى يمين الايش الفايف، واسمها 6 اللي هي 6. خلاص تمام، وبعدين بتيجي هذه الكروس اللي هي الضرب، كروس اسمه كروس. تمام، على تحت البلس وعلى رايت اللي هو 6. خلاص، وهي النجمه بدنا نعمل هدول هيك بنشوفهم. تمام، على الديزاين لاحظ هاي هاي صارت كالكوليتر، ممتاز ماشي. هيك انا اذا استخدمنا الريليتيف لاي اوت في انه نعمل كالكوليتر، واخذنا اللينير لاي اوت المره الماضيه، اخذنا اللينير لاي اوت المحاضره الماضيه. خلينا ناخذ الان الجافا البرمجه بتاعتي الكالكوليتر نبدا فيها، وبنكمل طبعا ان شاء الله المحاضره الجايه. خلاص تمام، اول شيء ايش بدي اعمل هنا يا شباب؟ مين يقول لي؟ محمود، يلا بطه، مين يقول لي اول شيء لازم اعمله عشان انا اشغل الكالكوليتر؟ بدي اعمل الكود، الفيو استدعيهم في الجافا. تمام، اذا انا العناصر اللي انا بدي اليوزر يتفاعل معهم في الشاشه بدي اعملهم ريفرنس، بدي اربطهم. يعني العناصر اللي موجوده في الشاشه، العناصر الموجودة في الشاشة بدي أعملهم ريفرنس، لازم مص. تمام، ما فيش مجال. هذه اللي هي أول، أنت عملت الشاشة، هو هنا عمل الشاشة كلها فيو، لكن أنت بدك الفيو التانيين عشان تقدر تتعامل مع كل فيو الفرعي الصغير. ما هو البوتون فيو، الإيديت تكست فيو، كلهم فيو هذولا، أبوهم كلهم فيو. طلعوا تبوا شوية الإيديت تكست، هذه الإيديت تكست يا جماعة، هذه هي فرع من مين؟ الفيو. يعني هي هذه الكلاس edit text مين ابوها؟ ابوها فيو، ابوها فيو، فيو ابوها. تمام، يعني هذا الفيو كلاس موجوده، شيء في شيء اسمه فيو كلاس. هاي الايديت تكست ابوها الفيو، والبوتون ابوه الفيو، واللينير لاي اوت ابوه الفيو، كل عناصر الشاشه ابوهم مين؟ ابوهم الفيو. خلاص تمام، هاي مهمة الشغلة. تمام، فأنا إيش سويت؟
انا بدي اعمل الان، انا هون عملت فيو للكل للكل، انا بدي امسك الفيو هذا الصغير اللي هو edit text. تمام، الايديت تكست بدي اعرفها فوق عشان بدنا نقدر نتعامل معها من كل مكان. ايديت تكست سميتها تكست، تمام، وهنا بدي اقول له تكست ايش بتساوي؟ بتساوي فايند فيو باي اي دي اللي هو ايش؟ ار دوت اي دي دوت تكست. تمام، ماشي. الان البوتونز، هاي البوتونز، البوتون 1 ايش بيساوي؟ بيساوي فاين. تمام، فاين. طب خلينا نعمل هذه فاين فيو باي اي دي. تمام، هاي ار دوت اي دي دوت 1. ماشي، الت انتر. خلاص الحين هاي كوبي كنترول سي. هاي 1 2. تمام، 3 4 5 6. احنا حطينا 6 7 8. مش هاي 1، هذا 2، اوكي 3. ايش هادي؟ اخ بنغلط قاعدين. او 2 هادي ال 1. واو حد يتكلم، ما نايمين والله يا جماعه، قاعدين نغلط احنا. 3 ما حدش بيطلع، بيطلع على التلفزيون. شباب انتوا معايا ولا بتتفرجوا على التلفزيون قاعدين؟ شباب استاذ انت مش عارف انه النت بيقطع، يعني فجاه بنلاقي مغير 4 اسطر مع بعض، ما ببينش يعني ريال تايم على طول، انه على طول في 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 تاخير في هذا. مش على طول ببين عنه، لانه كان في غلط، كان في غلط، كان المفروض انتبهته. تمام، الان انتبهوا يا جماعه، الان ركزوا معايا دير بالكم. الان هون انا ايش اللي بدي اعمله؟ بدي اعمل لسنر على كل زرار هذول. عشان انا اعمل لسنر على كل زرار هذول محمود، لو انا قلت له ست اون كليك لسنر، تمام، اللي انت احنا اخذناها المره الماضيه، ست اون كليك لسنر، معقول انا بدي اعمل؟ طب عندي في الكالكوليتر كثير زرار، هل انا بدي اروح اعمل انونيمس كلاس لكل زر؟ يعني عشان بدي اعمل، فهذا يعني كثير كثير، صح ولا لا؟ يعني كل مرة انونيمس كلاس انونيمس كلاس كثير، يعني وجهد كثير وكود كثير. هل في اني انا اقدر اعمل لسنر واحد للكل؟ مين بيقول لي كيف؟ يعني ممكن انا استفيد من انه لسنر لكل الاكتيفيتي، الاكتيفيتي كلها اعملها لسنر واحد. بدفع؟ شباب بسأل سؤال، مين معايا؟ محمود أمجد، الشباب الموجودين معايا، هل أنا يا جماعة بقدر أنا بقدر أنا أعمل الأكتيفيتي كليسنر واحد؟ طيب خلينا ننتبه مع بعض، كيف أنا ممكن أعمل الشاشة كلها لسنر واحد؟ تمام، هلا هنا هذه الاكتيفيتي، هذه الاكتيفيتي ممكن اخليها تعمل امبلمنت للانترفيس اللي هو فيو ان فيو فيو دوت اون كليك لسنر، هذا اللي هو الانترفيس اللي اسمه فيو دوت اون كليك لسنر. انزل هذه شويه لتحت بس، تمام، دوت،
تمام اون كليك لسنر فيو دوت اون فيو دوت كيف بدنا نعمله؟ نجيبه فيو دوت طيب ما مش هيجي غير لما تعمل له امبلمنت. لو تعمل له امبلمنت لمين؟ للفيو فيو دوت ايش؟ دوت اون كليك لسنر اون كليك لسنر وينه؟ طيب تمام ماشي. لما تيجي انت تعمل له امبلمنت الاكتيفيتي نفسها تبعتك بدها تعمل امبلمنت لانترفيس اسمه فيو اون كليك لسنر بقول لك لازم ايش؟ لازم انت تعمل امبلمنت للميثود اللي هي اون كليك تمام. هي اعمل امبلمنت. ما انا بدي اعمل امبلمنت تمام. هيو هنا جايب لك هنا ايش باراميتر لهي الميثود اللي هو فيو في هذه من نوع فيو تمام. يعني انا بقدر ايش استفيد من هذه اللي جايب لي اياها الفي. فانا بقول له سويتش لمين؟ للفي دوت ايش جيت اي دي. هات لي الاي دي تبع الفيو هذا تمام. واعمل له سويتش كيس. هي عملنا له سويتش كيس تمام. وقلت له مثلا كيس اللي هو ار دوت هاي قيمه الايش الاي دي اي دي دوت 1 اذا كان 1 اعمل شيء تمام. وهون عملت له بريك تمام. انا بعمل سويتش كيس يعني هون هل الفي جيت اي دي بيساوي ما هي هذه انتجر. هي ايش بترجع؟ هذه انتجر. هذه القيمه هي انتجر تمام. وهذه اصلا انتجر وهذه القيمه قلنا موجوده في الار انتجر تمام. يعني هل هذه بتساوي هذه؟ اذا كانت بتساوي هذه بروح على الكيس تمام. خلينا نعمل كوبي لهدول كنترول سي تمام. وهي انتر تمام. كم واحدة؟ 2 3 4 5 6 وهي 7 وهي 8 تمام. الان ايش بدك تسوي هنا؟ 1 2 وبتكمل 3 4 5 تمام. بلس وكمان عندك اللي هو ايش اكروس. طبعا انا بدي يعني بس عملنا هيك على اساس لي غرض ان عملت كثير عشان نفهم هذا الموضوع. الحين انا بس بدي احط ال1 يعني انا بدي اقول له ايش التكست دوت سيت تكست تمام اللي هو فيها ايش فيها 1. بقدر انا اجيبه من الليبل تبع البوتون. بقدر انا اجيبه من الليبل تبع البوتون لو بدي اياه ما فيش مشكله. فانا خليها 1 للتبسيط تمام. وهنا 2 لما نضغط 2 يديني 2 ولما يضغط يخليها 3 تمام. وهنا لما يضغط يخليها 4 تمام. وبتكمل بعدين. المهم الان ايش اللي ضل علينا هنا؟ زي ما انت شايف مجرد ما انا عملت خليت الاكتيفيتي تعمل امبلمنت للفيو هذا للانترفيس قال لي بدك تبني الميثود اللي اسمها ايش؟ اون كليك لسنر. طيب ما انا بدي اياها. طيب الان هذا جبالي فيو في اذا كان الفيو هذا اللي انا ضغطت عليه بيساوي هذا اللي هو 1 اعمل هيك. اذا كان الفيو بيساوي 2 اعمل هيك تمام. ممتاز. طيب بعدين طيب كيف انا بدي انا اخلي اللي هو الليسنر هذا الليسنر ياخذوا الزر؟ لسه ضايل فيه كمان جمله عشان نفهمها صح. لازم يكون انا ايش بدي اقول في الحاله هذه؟ بدي اقول له 1 بدي اعطيه ست اون كليك لسنر اللي هي هذه الميثود واعطيه ذس. ليش انا اعطيته ذس؟ ومين بيقول لي انا ليش انا اعطيته ذس في الحاله هذه؟ هيك مضبوط. انا هيك انا عملت لسنر على ال1 تمام. عملت لسنر على ال1 واعطيته ذس. ليش انا اعطيته ذس هنا محمود؟ حد فاهم ليش انا اعطيته ذس؟ ايه
عشان ياخذ القيمه اللي جواه. لا مين ذس هذه تعود على مين؟ دائما ذس ايوه المفروض السوبر كلاس، يعني انه الذس هذه هي الكلاس اللي انت فيها. اسمعني لنا. دائما وابدا انتبه، بدي اقول لك بالاوبجكت اورينتد لما انت بتحط كلمه ذس هذه تعود عن الكلاس اللي انت فيها. الاوبجكت بالكلاس اللي انت موجود فيها، ذس هي الاوبجكت الحالي، الاوبجكت بالكلاس اللي انت فيها، يعني الكلاس اللي انا فيها هي ذس. مين انا في اي كلاس الان؟ في الاكتيفيتي اللي هو المين اكتيفيتي، صح ولا لا؟ انا في المين اكتيفيتي، وانا بقصد اني انا بحط ذس، يعني بحط اوبجكت من المين اكتيفيتي. طب كيف بحط اوبجكت من لانه المين اكتيفيتي هي صارت ايش؟ هي صارت اصلا لسنر، مش عملت امبلمنت للسنر، صارت بنت اللسنر هذا، فبالتالي صارت اوبجكت من اللسنر، مزبوط ولا لا؟ فهو انا ذس، فانا مش هذا، هاي الميثود بدها لسنر، بدها اوبجكت من لسنر، ما انا وانا اعطيتها اوبجكت من لسنر، الاكتيفيتي صارت لسنر، الاكتيفيتي صارت لسنر، صح ولا لا؟ فبالتالي لما انا حطيتها انا، فانا هيك انا بكون انا حطيت اللسنر. جيت ماي بوينت؟ فهمتوا كيف؟ فانا في الحاله هذه انا هذا الوان، هذا الوان بده يكون ايش؟ بده ياخذ بس اللي هو ايش؟ الفيو الوان البوتون، البوتون 1. ليش؟ لانه اوتوماتيكلي حيعمل كاستنج، حيعمل كاستنج، يعني هذا حيجي اوبجكت من 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 لسنر. لسنر من اي نوع؟ من نوع 1. انت فهمت كيف؟ من نوع 1، من نوع بوتون، ماشي؟ من نوع بوتون، لانه هذا جاي ايش؟ انا اديته فيو هاي 1، يعني انا اديته فيو اي دي. لما انا ضغطت وين ضغطت؟ ضغطت على اي دي. هل الاي دي اللي انا ضغطته الفيو هو الاي دي تبعه هذا؟ فهمت علي كيف؟ يعني هيك بدك تفهمها. فهذا بدنا نعمل بس، طبعا هذه مقبوله، يعني احسن من ما انا ايش؟ احسن من ما انا اعمل انونيمس كلاس لكل واحد. اذا بدك تعمل انونيمس كلاس لكل واحد انت حر، بس يعني ولا تعمل جمله واحده، جمله واحده مقبوله هيك 2 3 4. تمام، هيك انا عملت لسنار، عملت لسنار عليهم كلياتهم، عملت لسنار عليهم كلياتهم. وطبعا مين اللي حيعطيهم؟ هو حياخذ الاوبجكت كله الكبير، تمام؟ مين اللي حيمسكهم؟ اذا انا اللي حيمسكهم اللي هو هذه الاون كليك. اذا كان الفيو اللي جاي اللي انا ضغطت عليه، هل هو الاي دي تبعه هو هذا 1 ولا 2 ولا 3 ان سون الى اخره، تمام؟ ماشي؟ خلينا نشغل وبعدين نوقف للمحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل. بس أنا المحاضرة الجاية بدي إياكم تكونوا عاملين لي كل الإيش؟ كل الكالكوليتر كلها كاملة، تحط لي الزر اللي يساوي الكبير، وتحط لي الزر اللي هو اللي هو القسمة وكل إشي. دكتور بس انا ضاعت علي يعني تقريبا زي نص المحاضره لانه فصل الانترنت من عندي، بس سجلني حضور. طيب ناسرين ماشي، انا على فكره انا قلت ان انت كنت موجوده صحيح بعدين فصلت. انا بفوت وبطلع لانه الانترنت هو اللي بروح وبيجي، عشان هيك بس بدي احكي لك اني بعتذر منك يعني. ماشي سجلتك انا. في برا هندي برضه دكتور حضر المحاضره الاولى وقطع عنده النت. مين هو؟ براء الهندي، وقال لي تروح عشان براء الهندي. صح موجود، كان موجود، هاي سجلته. مين كمان اجى زياده؟ عنده الحين شباب الله يرضى عليكم، ما حدش يخش ويطلع والا ما بسجلكم حضور، انتم حرين. معتز القدره. دكتور معك. تمام ماشي يا جماعه، تمام. طلع هلا لما ضغط واحد
هيو كتب واحد، لما ضغطت اثنين كتب اثنين، ثلاثة هيو كتب ثلاثة، أربعة، هذول ليش وان وتو قلبوا؟ بدنا نظبطهم. إحنا ما كنا غيرناهم، تمام؟ أنت بتظبطهم، تمام؟ إذا بنكتفي لهذا الغرض اليوم يا جماعة. في حد عنده سؤال؟